هل أنت محمود الحداد؟ نعم أنا هو. يقال إنك حداد ماهر. إن شاء الله. هل يمكن لك أن تصنع السيوف؟ كل شيء ممكن، ولو أن مثل هذا الأمر يحتاج لخبرة خاصة. وهل تقتصر خبرتك على حدي الحمير والبغال فقط؟ خبرتي تتوقف على مدى اهتماماتك. أمسكوه! ثق أنني أستطيع قطع عنقك في هذه اللحظة، ولكنني أفضل لك ميتة أخرى. هذا لو تجرأت على الاتصال بالمدعو مصطفى ثانية. هذه الهدية مني إليك. تطورت الأمور في اتجاه آخر يا سيد فرفارة. إنها البداية فقط يا سعادة القنصل. أرجو ألا تكون بداية خاطئة. أهو مصطفى أصبح المحور الذي تدور حوله شكوك القلعة، وخاصة قرمز. أما أرخان فقط. رويدك يا سيد فرفارة، ليس الهدف مصطفى كما تعلم، الهدف هو السفير سعيد، أتذكر؟ لا أظنك تجهل يا سيدي أن لكل هدف مفتاح. كثيرا ما تجد المفتاح الذي يفتح عدة أبواب. في السياسة يجب أن تستعمل المفتاح للباب الذي يؤدي للمكان المقصود، وإلا فستجد نفسك في متاهة من الممرات المتشابكة، وقد لا تصل لهدفك إلا بعد فوات الأوان. الوضع العام في القلعة الآن هو... أرجوك، أنا أعرف كل التطورات التي حصلت في القلعة منذ أن غادرتني آخر مرة وحتى هذه اللحظة. كيف؟ ولكن... لا تظن أنك العميل الوحيد لي يا سيد فرفارة، إنك بهذا ترتكب خطأ جسيما. اقترب قليلا، دعني أوضح لك أمر. حاضر. أنت تعلم أننا بالكاد نسيطر على هذا البحر، وأن أغلب شواطئه تقع تحت سيطرة السلطنة العثمانية، ولكن ليس للأبد، فالرجل مريض وهو في طريقه للزوال، وحكومة صاحب الجلالة لا ترغب أن يشاركها في التركة. ولكننا نملك إرثا شرعيا هنا. ها أنت ترى يا عزيزي فرفارة أن مصالحنا مشتركة، ولكن دعني أصارحك، ما لم تتحقق مصلحة بلاد العليا أولا فلن يكون لإرثكم هذا وجود. هذا حديث نعرفه تماما يا سيدي. ثم إن قيصر روسيا أيضا يعتبر نفسه الوريث الشرعي لبيزنطه، ولهذا ترانا ندعم في الوقت الحاضر الرجل المريض. المهم الآن يا سعادة القنصل؟ المهم نحن بالتالي ندعم الباشا، فهو لازال يحمل فرمانه من السلطان، ولو أنه فرمان اسمي فقط. هذا صحيح، ولكن الباشا يميل لولده الأصغر قرمز، رغم أن أورخان هو ولي العهد. فإذا ما استقرأنا الأحداث الجارية الآن في القلعة ومواقف كل واحد على حدة، نرى يا سيد فرفارة أن كفة قرمز هي الراجحة. ممكن؟ بالتأكيد،
وإذا ما صدق حدسي وكانت لقرمز الكلمة العليا لدى الباشا، فسيكون ضحيته مصطفى وليس سعيد. بالتأكيد سيتدخل السفير سعيد لحماية ابن أخيه مصطفى، وهنا هنا موطن الضعف في خطتك يا فرفارة. سيمنع الباشا سعيد من التدخل بأن يرسله ثانية في سفارة جديدة، الأمر الذي يسمح له بالتفاوض ثانية مع حكام الأرض الجديدة والسماح لهم بمشاركتنا في منطقة البحر المتوسط. ما العمل إذن؟ يجب أن نضمن قرمز إلى جانبنا أولا. هون عليك يا باشا، ستنتهي الأمور إلى ما تحب وترضى بإذن الله. إن الأمور تزداد تعقيدا يا تركان، فها هو أرخان يفرض ضرائب جديدة باسمي، يحاول أن يثبت لي براءته أو بالأحرى شدته مع الشعب. لا أظنك تكره زيادة دخلك، بل إن ابتداع الضرائب وأساليبها هي من اختصاصك يا باشا. أما قرمز ابنك المدلل فقد نزل إلى مستوى تحدي أفراد الشعب شخصيا. لم يأتي بجديد في حب فرض القوة وتأكيد السلطة، إنها إحدى خصالك يا باشا. إنه يتحدى أخاه ويخلق لنفسه أعداء من صميم الشعب. ومتى كنت تأبه لمشاعر الشعب؟ أرخان وقرمز قد أعماهما التهور، وليس هذا في مصلحة أحد إلا أعدائي. ليس لنا أعداء يا باشا. أتصدقين كل هذه الانحناءات والابتسامات؟ رحم الله جدي الأكبر، فقد ذبح مرة 300 رجل من أعيان الترك وهو يضحك حتى ضمن حكمه وتوصل إلينا. لا أظنك بحاجة لمثل ذلك يا باشا، فالكل طوع أمرك. أنا نفسي اضطررت أن أقضي على 4 من أعمامي حاولوا أن يقفوا في طريقي. أخشى أن يتوصل أرخان وقرمز لمثل هذه النتيجة. لا أرجوك. لم يعد الأمر يحتمل السكوت ولا حتى الحذر، أرى أن نبدأ بالمقاومة. أنا معك يا محمود. أنا رهن إشارتكم. كيف ومن أين نبدأ؟ هل لديك خطة مركزة يا محمود؟ لم أعد أهتم لأي خطة، علينا أن نتحرك، نجمع السلاح، نتصل بأكبر عدد من الناس، ثم نعلنها ثورة لاهبة. عظيم، ولكن من أين تبدأ الثورة؟ من الريف؟ من المدينة؟ أم من الاثنين معا؟ ما أخبار عمك سعيد؟ يحاول أن يفهم من الباشا وبطريقته الخاصة طبعا ما جرى بين أرخان وقرمز وما ينوي الباشا معهما. لقد قلت إن أرخان عرض عليك التعاون، لما لا ننحاز إليه إذا كان صادقا؟ هل تصدق كل هذه الخزعبلات؟ أرخان يحاول أن يركب ظهورنا للوصول إلى مبتغاه. انظر، انظر نتيجة شعور قرمز بهذا الأمر. لولا أن الباشا هو صديق عمي سعيد فعلا لكنت أنا الضحية الأولى لقرمز. في الحقيقة إن وجودك معنا هنا فيه الكثير من الخطر عليك يا مصطفى. أنا سيف الدين، سيف الدين. الحمد لله، كدت أقتلك. الحمد لله على سلامتك. لقد أطلت الغيبة يا سيف. لقد جئت في الوقت الملائم. حدثنا عن كل أخبارك. أخباري جيدة والحمد لله، فمنذ عودتي بدأت في الاحتكاك بالشرفاء من أبناء ريفنا، وما أكثرهم والحمد لله. تعني أنك لقيت تجاوبا؟ يخطئ من يظن أنه يمكن خداع الناس، إنهم يشعرون كما تشعر يا محمود، وينتظرون يوم خلاصهم من الظلم والاضطهاد
انتظارهم لأمل لا بد أن يتحقق. هذا رائع فعلا. ها زدنا من أنبائك الطيبة. إن منطقتنا الآن مستعدة لتنفيذ ما يطلب منها، وقد طلب بعضهم التعرف على زعماء الحركة هنا. لا زعماء بيننا يا سيف الدين، إننا نعمل وسنعمل أبدا ودائما بشكل جماعي. ليس لأي منا الحق في أن يقرر مصير شخص آخر أو حتى ينوب عنه في اتخاذ أي قرار. وهذا كان جوابي لهم. بوركت يا سيف الدين. والآن هل لي أن أستمع إليكم؟ بالتأكيد. يمكنك أن تضيء الشموع الآن. وبنو الغريب يبنون أسوارك، وملوكهم يخدمونك، وتتفتح أبوابك دوما ليؤتى إليك بغنى الأمم. هل تعي هذا الكلام يا فرفارة؟ أعيه وأتفهمه يا رأس الحكمة والمعرفة. لتكن يهوديتك حاضرة أبدا في حلك وترحالك، في نومك ويقظتك، في ذهنك وكيانك. فإذا ما تحدثت فمن خلالها، وإذا ما ناقشت فلمصلحتها، وإذا ما قطعت عهدا فلأجلها. هو ما تقول أيها الحكيم؟ أستير يا ابنة السبي من يهوذا، طوع أمرك يا أبتي. فلتكون يا ابنتي القفاز الذي يغلف مآربنا، وبيدك الرقيقة طوع الرؤوس القاسية وأسلسي قيادتها إلى الطريق التي نرغب. رغبة مولاي الحكيم شبتاي دستور عملي في هذه الحياة، أما رضاه فهو السبيل الذي يسهل لي عبور الصعاب. إن يمنحك يا ابنتي السلطة في تصريف الأمور وفق ما ترينه يتناسب ومصلحتنا العليا. في زيارتنا هذه أيها الحكيم شبتاي إنما نبغي رأيك السديد وتوجيهك الأمثل لتحقيق الخطوة الأولى. الأمور كما علمت يا مولانا قد اتخذت طابعا أشد قسوة وسرعة عما كنا نظن. فرفار أيها الخاسر أبدا، إن أفعى إسرائيل تمسك ذنبها بفمها مطوقة الأرض من أقصاها إلى أقصاها. هذا هو شعار السنهدرين مجمع يهوذا الأكبر. أعتذر عن جهلي يا صاحب المعرفة، إنما قصد. أسكت واسمع زبدة القول. هناك في أقاصي الأرض حيث تقوم الدنيا الجديدة تقوم لنا الآن دعائم قوية تضرب في أعماق تلك الأرض أوتادا من فكر يهوذا. هي بعيدة جدا يا سيدي الحكيم، ومصالحها تتضارب مع مصالح الإنجليز، حلفائنا الطبيعيين يا مولاي. حلفاؤنا الطبيعيون حلفاء زمان ومكان، فإذا ما انقضى الزمان وتبدل المكان يتبدلون معهما. الإنجليز هم الآن يحتلون الصدارة في بؤرة مصالحنا، ومن أجل المستقبل. أفهمك تماما يا مولاي،
إنك تزرع زرعا بعيدا بعيدا جدا. زارع الزيتون لا ينتظر أن يأكل من زرعه، إنما يبني لأولاده وأحفاده. وأين نحن الآن من تضارب مصالح الإنجليز حلفاء اليوم وأهل أمريكا حلفاء الغد؟ نفذ مصلحة القنصل الإنجليزي ولا تستبعد من ذهنك الاستفادة من حلفاء الغد. ما هو رأيك السديد بهذا يا سيدي؟ حاجة الباشا للمال لا تنتهي، فلو حصل على دفعة كبيرة من أهل الأرض الجديدة لتغيرت نظرته لهم، ولرأى في سعيد سفيرا أكل الدهر عليه وشرب لرفضه السابق. فهمت، أظن أنني فهمت، ولكن كيف لنا الاتصال بالأمريكان؟ إنهم بعيدون جدا يا سيدي. دع هذا الأمر لي، فقط أدخل في ذهن الباشا استعدادا لقبول التعاون معهم دون علم الإنجليز طبعا. ذكية أنت يا أستير، ليكن هذا الأمر سريا، وليبقى التعامل مع القنصل الإنجليزي على أن بلاد صاحب الجلالة هي السند الأوحد لنا. طوع أمرك أيها الحكيم. يجب أن نستخدم القوة الأعظم على وجه الأرض دوما حتى تحل محلها قوة جديدة. لو تهدأ قليلا يا باشا. أهدأ؟ كيف أهدأ وكلمتي لا تنفذ من قبل أولاد؟ ما رأيك لو تسرب مثل هذا النبأ للعامة؟ ما علاقة أرخان وقرمز بالعامة يا باشا؟ الأول ولي العهد والثاني كفى. سأخلع ولاية العهد عن أرخان، وأعرف كيف أتصرف مع قرمز. يا غلام، نادي المتصرف. لا أرجوك دعي الأمر لي. أنا الباشا، حاكم هذه الأيالة من البحر حتى الصحراء، من تخضع له رقاب العباد بأقل إشارة من يده. أنتظر ولدي لأصلح بينهما نصف نهار. أرجوك أن تدع الأمر لي، سأتصرف معهما على انفراد. إياك إياك أن تفكري بجمعهما من دوني يا تركان. الشقة بينهما تزداد تباعدا. ما رأيك لو نمهد للأمر مقدما، فأجتمع أنا بقرمز وأنت بأرخان؟ هانذا يا أمه، تحت أمرك يا باشا. وأين هو أخوه؟ وهل من المتوقع أن يكون هنا؟ وما المانع يا أرخان؟ يجب إصلاح ذات البين بينكما، إنه أخوك الأصغر، تذكر ذلك. أذكر أنه لم يترك وسيلة للتآمر علي إلا اتبعها. إنه كفى. تعال معي، أمامك فرصة أخيرة للتحدث مع قرمز، وإلا فسوف أنفذ ما قطعته على نفسي. ماذا قلت يا بني؟ لازلت مصرا على ضمانة ولاية العهد لي من بعده، ولن أتأكد من ذلك إلا عندما تكون بأمرتي قوة يرهب أرخان جانبها. لا زال الباشا يحكم يا قرمز، مثل هذا الكلام يؤثر على الباشا نفسه. إذن لتبقى الأمور على ما هي عليه، أستطيع أن أتصرف مع أرخان طريقتي الخاصة. قرمز استمع إلي يا بني، لقد بلغ الأمر بالباشا حدود التصرف معكما. ماذا تقصدين؟ لا أستبعد أن يرسلكما خارج الأيالة ويعتمد على أصهاره في تصريف أمور الحكم. يبعدني أنا وأرخان؟
إلى أين؟ وكيف يكون هذا؟ إذا ما بقيت على إصرارك هذا فستجد نفسك في أقرب وقت سفيرا في أي بلد إفرنجي. أنا؟ أنا سفير وفي أوروبا وأورخان هنا يملك ويستبيح كل شيء؟ قلت أنت وأورخان معا. وهل هذا معقول؟ أنت لا تعرف والدك على حقيقته، إنه لن يتورع عن القيام بأكثر من هذا إذا ما وجد أن مصلحته ستتأثر بتصرفكما هذا. الآن فهمت، إنها مؤامرة شديدة أحكم سبك خيوطها. مؤامرة؟ نعم مؤامرة، إنها من تدبير أورخان نفسه. أنا لا أشك مطلقا في أنه أقنع والدي بهذا القول. أنا أمك من تتحدث إليك، أتراني متآمرة عليك أيضا؟ لا أبدا، إلا أنت يا أمه إنني أصدقك. شكرا على هذه الثقة. هل تعلم معنى أن يعتمد أبوك على أصهاره في إدارة الحكم؟ أعلم ذلك بالتأكيد. معناه وبكل بساطة انتقال الحكم والبشوية لأحدهم ونفيكم نهائيا خارج البلد، أنت وأورخان معا. هذا صحيح. إذا هل ستصطلح مع أخيك دون قيد أو شرط؟ أجبني وتأكد من أن إجابتك هذه ستكون كلمة الفصل في مستقبلي. كما تشائين يا أمي. ولقد أقول لمن يسدد سهمه نحوي وأطراف المنية مشرع بالله فتش في فؤادي هل يرى فيه لغير هوى الأحبة موضع أهون به لو لم يكن في طيه عهد الحبيب وسره المستودع. واستنطق الأجنان فهي بلحظها تتكلم وتبين للمحبوب عن بسم الحبيب فيفهم فتن العيون. فتن العيون أجل من فتن الخدود وأعظم. وبعد يا مصطفى، هل استهواك رقي؟ أبدا يا ياسمين، ستردين زوجتي قريبا. على أي حال ورغم تحررك بزواجنا ستبقين ملكي كزوجة. أترين الأمر سيان؟ لا يا مصطفى، أنت الآن تمتلكني كجارية، وعندما أغدو لك زوجة فسأكون شريكتك لا جاريتك. لا أرى كبير فارق، فالزوجة ملك لزوجها وليس العكس. بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. صدق الله العظيم. إنه لم يقل عبيدا، زوجا كان أو زوجة. غلبتني هذه المرة يا ياسمين. لسنا في مجال المناظرة، وإن كنت قادرة على ذلك ومع هذا فأنت لم تجب على سؤالي. اطمئني، سيذهب اليوم عمي سعيد لمقابلة الباشا واستئذانه ودعوته لفرحتنا. وهل ترى أن الوقت مناسب لإقامة عرس مصطفى الآن يا سعيد؟ وهل هناك ما يمنع ذلك لا سمح الله يا مولاي؟ لا أظنك تجهل ما آل إليه الموقف بين أورخان وقرمز. في الحقيقة لا أرى جديدا بينهما. إما أنك فعلا تجهل خطورة الموقف أو أن الزمن قد بدأ يتجاوزك. إن خلاف سيدي أورخان وسيدي قرمز ليس جديدا علينا يا مولاي.
وهل نتركه يستفحل بينهما حتى يودي بأحدهما؟ ما هكذا تعالج الأمور يا سعيد؟ أخشى يا مولاي أن تكون هناك يد خفية تدفع بأحدهما نحو الآخر لتوسيع شقة الخلاف بينهما. وما هو الحل برأيك؟ إصلاح ذات البين بينهما. وتلك اليد الخفية التي ذكرت، كيف نقطعها؟ يجب كشفها أولا. هذا صحيح. لو تتدخل السيدة الوالدة بينهما، فللأم كما يعلم مولاي مكانتها الخاصة بين أبنائها. هذا ما حصل فعلا يا سعيد، هذا ما حصل بالضبط. يا لك من داهية. كيف ومتى سيتم الأمر يا مولاي؟ الليلة، الليلة سيقف أورخان وقرمز كأي ولدين مطيعين بين يدي والدتهما، وسيقسمان على إخلاصهما لبعضهما وللعائلة. هل ستحضر القسم يا مولاي؟ لا 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 لا، المفروض ألا أعلم أنا شخصيا بهذا الحدث، إنه من ترتيب تركان نفسه. جعل الله التمام على خير يا مولاي. وغدا سيأتيان معا إلي ويفاجئان بصلحهما هذا، ويقدمان فروض الطاعة والولاء لي شخصيا. إن شاء الله. والآن لا أظنك تمانع في حضور عقد قران مصطفى. لا 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 أبدا أبدا. على أن يعد نفسه للسفر في مهمة رسمية بعد ذلك. مهمة رسمية تقصد؟ وهل ترى أفضل من مصطفى ليخلفك في السفارة يا سعيد؟ إلي، إلي يا ولدي الحبيبين. أنا اليوم خلقت من جديد لأرى ولدي الحبيبين، وقد زال سوء التفاهم بينهما للأبد. هل أقسمتما لي ولبعضكما كما اتفقنا؟ مولاي قرمز، ترحى على طريقي يا فرفارة. يا أهلا يا أهلا وألف سهلا. يا أهلا يا مولاي، لو علمت فقط بزيارتكم يا مولاي لكنت. كف عن هذا الهراء الآن، لا أريد أن يعلم بأمر زيارتي أحد، لا أحد على الإطلاق. كما تشاء يا مولاي، ولكني لم أفهم مرادك. لا تكثر من الكلام أو ألحقك بأرخان. وهل نعم نعم قتلت أورخان الليلة بخنجر كهذا؟ أتسمع؟ نعم نعم يا مولاي نعم، أسمع وأرى. نعم، هيا هيئ لي مخبأ ريثما تهدأ العاصفة. قلت مخبأ يا مولاي؟ لعلك لم تسمع جيدا بعد. على الرحب والسعة يا مولاي، يا أشجع الرجال، طوع أمرك أيها الباشا. باشا مرة واحدة يا أستاذ؟ لابد وأن تغدو الباشا قريبا. مستحيل، أورخان قتل؟
قرمز يقتل أخاه؟ إنها دسيسة، نعم إنها مؤامرة. أين هو قرمز؟ أحضروه إلي. فتشوا أنحاء القصر، بل فتشوا كل مكان في المدينة. الويل ثم الويل للمتآمرين القتلة. اعتقلوهم، اجلدوهم، حققوا ما أيمكن، وليكن شعاركم القتل دون ما شفقة. فعلها قرمز وقتل أخاه. ما يهمنا الآن ما يجري للشعب على أيدي الإنكشارية وليس قرمز. يجب أن نحدد موقعنا من الحالة التي توصلت إليها البلاد. أشك في أن قرمز قد تصرف من تلقاء نفسه. ماذا تعني يا ريهان؟ قرمز الوحيد الذي يستفيد من موت أورخان. قلت إن هذا لا يهمنا في كثير أو قليل. أورخان، قرمز، الباشا نفسه، كلهم من طينة واحدة. المهم هو الشعب. إلى متى سيعاني من الظلم؟ إلى متى؟ اهدأ يا محمود، اهدأ. يجب أن نعرف الدافع الحقيقي وراء مقتل أورخان. لماذا؟ لماذا نبحث عن أمر لا يتعلق بمصلحة الشعب؟ قد تكون اليد التي قتلت أورخان بشخص قرمز يدا غريبة. هدفها الحقيقي هو الاستيلاء على هذا البلد واستعباد شعبه كاملا. كيف؟ ماذا تقول يا مصطفى؟ أتعني أن قرمز قد تواطى مع غرباء ضد وطنه؟ ليس هذا البلد وطنه. إذن لننتظر رأي عمي سعيد، فهو أقدر منا على تفسير الموقف. أليس من الأفضل أن نتريث قليلا؟ بالعكس، يجب أن أكون أول من يقدم التعازي يا عزيزة ليز، فلهذا الأمر أهمية كبرى. أنت تعرف الباشا أكثر مني، وأخشى أن يتصرف معك بما لا يليق يا جيم. اطمئني، ستكون زيارة مجاملة لا أكثر. لقد أشعرت حكومتنا بالحادث، وسأرسل هذا المغلف مع أول سفينة. بقي أن أعرف حقيقة رد فعل الباشا والحاشية. هل ترى يا جيم في موت ولي العهد أي تأثير على علاقتنا العامة بالباشا؟ لا يا ليز، لا زال الباشا الحاكم العام لهذه الأيالة، وفرمان السلطان العثماني يثبت ذلك. والسفير سعيد؟ سأجد الوقت الكافي للنظر بأمره. ألا ترى أن أذهب لتعزية السيدة تركان بولدها؟ أرى تأجيل ذلك حتى أعود. حسنا، إلى اللقاء. إلى اللقاء. ها هي الريح تهب حيث نوجه أشرعتنا، فإياك أن ترخي يدك عن حبالنا. أما المرسات فستظل مرفوعة أبداً إلى أن نصل شاطئ الحكم الأزلي. طوع أمرك أيها الحكيم. أستير يا فرفارة، أين هي من هذه الأحداث؟ هي في المنزل يا مولاي، تعتني بسيد قرمز. قرمز هو رجلنا المقبل، فلتكن العناية به كعناية الأم بطفلها الوحيد، وليحمل في عقله الباطن رؤى أحلامنا. مولا
مولاي، قرمز بضيافتنا وقد تطول مدة بقائه، والباشا كما تعلم يبحث عنه وقد... فرفار أيها الخاطئ، لم أكن لأسمح بتواجد قرمز في بيتك دقيقة واحدة لولا أنني أحب أن تكون لك اليد البيضاء الأولى التي آوته في عز محنته. إذن لتتأكد أولا من دفن أرخان، ثم يقبل قرمز ضيفا عزيزا مكرما لدى قنصل إنجلترا هناك، حيث الأمان وحيث لا يجد الباشا كبير عناء في الصفح عنه. لعلي أذهب لأقدم التعازي بأرخان. لا يا فرفارة، لتذهب أستير، فالنساء أكثر خبرة في تقصي حقائق الأمور.